البدعة لا يتوب صاحبها منها في الغالب إلا من تدركه رحمة الله تعالى، لا يتوب منها. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. أخرجه الطبراني وصح إسناد العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا المعنى صحيح، لكن من تاب تاب الله عليه، كونه لا يتوب لأنه يرى أنه على حق. لكن إذا تداركه الله تعالى برحمته وعلم الحق وتاب ورجع إلى ربه فالله يقبل توبته. لكن هذا الحديث في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يرى أنه على الحق.